وصلنا في دراستنا لسفر الأعمال لإصحاح 15، خلصنا إصحاح 14، إن بولس قعد في أنطاكيا هو وبرنابا، قعدوا فترة يعلموا ويكملوا التعاليم بتاعتهم في سفر الأعمال زي ما قلنا في أنطاكيا، اللي هي أصبحت مركز تاني للكنيسة زي أورشليم بالظبط. يبقى كانت الكنيسة الأولى فين؟ أورشليم. الكنيسة الثانية ابتدت تبقى قوية جدا، وابتدى يبقى مكان انطلاقه حلو اللي هي في أنطاكيا، وعمل منها رحلته الأولى معلمنا بولس الرسول بأن هو اتحرك في آسيا الصغرى ورجع تاني لإيه؟ أنطاكيا. زي ما قلنا طلع في قبرص وراح من أخذ قبرص من أولها لآخرة، وبعدين سافر لبلاد تركيا، وبعدين لف تاني ورجع لأنطاكيا. أما رجع أنطاكيا بيقول في سفر الأعمال إصحاح 15، وإن حضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة إنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. وهنا ابتدت أول بدعة تدخل في المسيحية، إن انحدر ناس من اليهودية، لأن أنتم عارفين إن كان عدد كبير من اليهود كانوا أمنوا، وما دخل عدد كبير من اليهود في الإيمان كان دخل منهم برضو كتبة وفريسيين، فالفريسيين كانوا متمسكين جدا بإيه؟ الناموس، وكانوا دايما يفكروا في الناموس، حتى كان كلامهم مع ربنا نفسه بيقول إنه يقاوم ناموس موسى، يعني كان الحاجة المرجعية بتاعتهم هي ناموس موسى. فهنا رغم ان هم دخلوا في المسيحية الا ان تمسكهم بناموس موسى خلاهم اما راحوا أنطاكيا وابتدوا يتعاملوا مع الناس اللي داخلين فيها في الايمان من الامم ومن غيرهم، ابتدوا يقولوا لهم لا ده انتوا لازم تختتنوا، يعني تحفظوا حاجات الناموس حسب عادة موسى، ولا ان ما عملتوش كده لا يمكنكم ان تخلصوا. طبعا المغالطة الكبيرة هنا حتة لا يمكنكم أن تخلصوا، احنا قلنا من آمن واعتمد ايه؟ طب هنا بيقولوا لم يختتنوا، طب ايه اللي دخل الختان؟ ده احنا عارفين ان الختان في العهد القديم كان رمز للمعمودية في العهد الجديد. وهنا نلاقي ان هم حبوا ان تبقى اكن المسيحية والايمان بالمسيح اكنها استكمال للخط اليهودي، أو إن هم يبقوا شيعة من اليهود، وبكده كانوا هيحرموا الناس اللي داخلين من الأمم من الإيمان بالمسيح، لأن إن لم يختتنوا ويحفظوا الشرائع بتاعت موسى هيعتبروا إن هم إيه؟ بره الإيمان، ولا يستطيع أن يخلصوا. حتة لا يستطيع أن يخلصوا دي هنحط تحت خط ليه؟ لأن هنا أصبح الخلاص بالإيه؟ بالإيمان بالمسيح ولا بعمل الناموس؟ هنا بيقول ايه بقى؟ ان لم يختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنهم ان يخلصوا، يعني مش ممكن ان هم ينالوا الخلاص الا اذا اكملوا ناموس موسى. وده ساعات كتيرة المباحثات اللي هي بيبقى ناس متمسكين بالتعاليم الاولانية اللي عارفينها، اما بيدخلوا في الايمان بالمسيح عايزين ينفذوا التعاليم الاولانية ويخلوا المسيحية تمشي بحسب نظرتهم مش بحسب الإيمان بربنا يسوع المسيح. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتب أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. يعني ابتدى اما جم الناس اللي من اليهودية دول ابتدوا يقولوا للناس اللي داخلين في الايمان لا ده انتوا لازم تختتنوا ولازم تحفظوا عادة الناموس بتاع موسى، يعني تحفظوا تكونوا ترجعوا تعيشوا بالناموس بتاع موسى. ابتدى بولس وبرنابا ان هم يقولوا لهم لا احنا الخلاص هو بايمان بربنا يسوع المسيح، فما ينفعش ان احنا نلزم الناس بان هم يختتنوا ويعملوا اعمال الناموس. فابتدت تحصل منهم مباحثه ومنازعه، يعني ابتدى يبقى ايه كل واحد متمسك بوجهه نظره،
بولس لأنه شاف أن الأمم قبلوا الإيمان واللي داخلين من الناموس لأن حاسين أن هم اللي كانوا بيملكوا هذا الناموس وأن كان اللي بينفذ ناموس موسى أو في المذهب الفريسي اللي هم كانوا بيتمسكوا بحرفية الناموس مش عايزين يتخلوا عنه حتى لو دخلوا إيه المسيحية. فحصلت ما بينهم منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم. رتب أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل. أما حصل كده قالوا لا نحن نرجع للرسل اللي ربنا اختارهم وائتمنهم وقعد 40 يوم معهم يعلمهم الأمور المختصة بملكوت الله. فعشان ما نقولش قرارات أو ما نقولش حاجة لازم نرجع إلى الرسل والمشايخ اللي هم أعمدة الكنيسة وناس آخرون منهم من الرسل ومشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. يعني لازم الموضوع يبحث في مجمع كنسي ما يبقاش رأي من منفرد. وعشان كده برضه هقول لكم بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية هي كنيسة مجمعية. يعني إيه كنيسة مجمعية؟ يعني ما ينفعش يجي حد واحد بس يقول له الروح القدس قال لي كذا والناس كلها تمشي وراه، أو تيجي طفلة صغيرة تقول أنا شفت العذراء والعذراء قالت لي كذا فتعمل أو تمشي بحسب الكنيسة كلها تمشي بحسب اللي هي شافته أو قالته. وهنا ده يخلينا نعرف إن لازم حتى لو قداسة البابا عايز يتخذ قرار لازم يعمل مجمع إيه؟ مقدس، يجتمع المجمع المقدس ويبتدي يقرر. زي مثلا لما جاي في آخر الصوم في جمعة ختام الصوم هيجي موافق في عيد البشار. فيقول لك طب هنعمل ايه؟ يجتمع المجمع المقدس واللجنة الطقسية اللي هي موجودة في المجمع تقول قرارها والقرار يعلن عشان كل الكنيسة تمشي زي كلها زي ايه؟ بعض. في مصر بس؟ لا، في مصر والخارج، لان كلها كنيسة واحدة جامعة رسولية. حتة ان كنيسة مجمعية دي يعني ما ينفعش نقول ان البابا معصوم من الخطأ. احنا طبعا بنؤمن ان بنقول له قداسة البابا، ولكن هو انسان، وطالما هو ممكن ان هو يقبل حاجة او يرفض حاجة، فلكن اما يتكلم الروح القدس هيكلم الايه؟ الجمع كله. وعشان كده بيجتمعوا في الصوم وبعد اقامة صلوات وبعدين يطلبوا تدخل ربنا ويبحثوا الحاجة وبعدين في الاخر يقولوا قرار ويصوتوا على القرار، وبعد كده كمان ايه يعلن هذا القرار عشان تعمل بيه الكنيسة كلها. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة. احنا عارفين ان هم وهم طالعين عدوا على السامرة وبعدين عدوا، لان المسيح قال لهم كده في اليهودية والأورشليم والسامرة وبعدين الى كل الايه الارض. فهنا رجعوا وابتدوا يقولوا في فينيقية دي اللي هي لبنان والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الأخوة. إن أما ابتدوا يرجعوا في الأماكن اللي كرزوا فيها وابتدوا يقولوا إن ربنا قبل الأمم في الإيمان وابتدت الأمم يقبلوا الروح القدس ويدخلوا في الإيمان وابتدت تحصل معجزات معاهم، فهنا حصل سرور عظيم لجميع الإخوة. دايما الإنسان اللي بيحب ربنا أما تحصل حاجة ويحس إن الناس ابتدت تؤمن وابتدت تقرب لربنا تبص تلاقي يتسبب في حياته إيه؟ فرح، وفرح عظيم. لأن حتى المسيح بيقول ليس لي فرح أعظم من هذا. إيه الفرح العظيم ده؟ إن تبص تلاقي كل أبناء الله المتفرقين مجتمعين إلى واحد. مفيش حاجة تفرح الإنسان اللي بيحب ربنا غير ان الناس تجتمع كلها في محبة ربنا. حاجة كمان مهمة نلاقي ان الكنيسة كلها بتصلي لها. بعد حلول الروح القدس على الذبيحة وعلى المذبح، اول طلبة يطلبها الكاهن وهو واقف على المذبح يقول عايزين نتناول من قدساتك طهر لانفسنا واجسادنا وروحنا عشان نكون ايه؟ جسد واحد وروح واحد. طب ليه الكنيسة بتطلب كده؟ لأن كل بيت منقسم على ذاته يخرب. طيب واحنا بنقول إن المسيح رأس الكنيسة، يعني عندنا رأس إيه؟ واحد.
وهو اللي بيقود الكنيسة، بس لازم يكون الكل متفقين ومتحدين في الرأي، عشان كده برأي واحد ومشورة واحدة. مش ما بنختلفش، ممكن نختلف، ولكن لما يكون في حاجة فيها اختلاف يرجع الواحد زي بولس، رغم ان هو اؤتمن من قبل الله هو برنابع على ان هو يكرز للأمم، الا انه رجع عشان يسأل مين؟ الرسل والمشايخ. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم. دي حاجة، علامة كانت حلوة من العلامات، ان الأمم يبتدوا يرجعوا للإيمان ويؤمنوا بالله الواحد بدل عبادة الأوثان. ولما حضروا إلى أورشليم قابلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. عارفين أكتر حاجة تفرح الناس اللي بيكرزوا؟ إن ما يلاقوا إن الأرض أصبحت خصبة وابتدت الناس تقبل الإيمان، وإن ابتدت الناس تقبل الخلاص اللي بعته لهم ربنا. لأن في ناس بتبقى بتقاوم وبتعاند، وزي ما هنشوف برضو في سفر الأعمال إن في مدن رفضت إن هي تقبلهم. ولقينا ان ربنا يسوع المسيح بيقول لك رفضته المدينه ان هي تقبله، فلدرجه ان يوحنا ويعقوب يقولوا له كده: تحب يا رب ان نطلب نار من السماء تنزل وتحرق المدينه؟ فقال لهم: لستما من اي روح انتما؟ اريد رحمه لا ذبيحه. فهنا كل اللي لزق في ربنا يسوع المسيح يبتدي يشعر بمشاعره، فيحب الناس في أحشاء ربنا يسوع المسيح زي ما بيقول بولس الرسول. فأما محبته للناس زي ما ربنا يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، تلاقي الرسل لأنهم قربوا من قلب ربنا جدا ابتدى يحسوا أن هم كمان بيفرحوا أما الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فابتدوا أن هم يقولوا للرسل والمشايخ بتوع الكنيسة، أخبروهم بكل ما هم صنعوا، لا، ما صنع الرب ايه معه. وده برضو الانسان اللي بيخدم ربنا يحس، يقول ان ربنا بيستخدم كل واحد، بس في الاخر لمجد مين؟ لمجد ربنا. حتة قبلوهم دي يعني ابتدوا ان هم يقعدوا معاهم، وابتدوا ان هم يسمعوا منهم ازاي ربنا صنع معاهم في الامم، كمان ايه المشاكل اللي كانت بتقابلهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. بصوا بقى، ابتدى يعلن هذا الاتجاه. ناس من الناموسيين اللي كانوا بيعبدوا ربنا بالحرف، اللي كانوا يصفون عن البعوضة يبلعون الجمل، اللي كانوا بيعشرون النعناع والشبث والكمون، اللي كانوا مدققين جدا في كل تفاصيل الناموس، ما قدروش يتخلوا عن هذا الناموس اللي تملك منه. طب عمل ايه بقى؟ يقولك لا، ده مش هيحصل خلاص الا اذا الناس اختتنوا. وبعدين عملوا ايه؟ بكل ما جاء في الناموس. طبعا في المباحثة بيتقال الرأي، ويتقال الرأي الايه؟ الاخر. فهنا ده كان رأي مين؟ المسيحيين، بس اللي من اصل ايه؟ يهودي، وكان من مذهب الفريسيين. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. كلمة اجتمع، طبعا لما كانوا بيجتمعوا كان اول حاجة يعملوها ايه؟ يهتموا بالصلاة ويبتدوا ان هم يبصوا. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم، ابتدى بقى يقولوا الرأي والرأي الآخر ويسمعوا. فقام بطرس وقال لهم، ابتدى بقى بطرس كبير الرسل يقول لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة كان مضى على موضوع إيمان بعض الناس من الأمم أكثر من 10 سنين، وآمن بولس الرسول ودخل في الإيمان وعمل رحلة تبشيرية أخذت لها بتاع 2 أو 3، فكان مضى وقت طويل. اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون به. إمتى حصل كده؟ كرنيليوس، برافو عليك.
اما حصل ان وهو على السطح لو تفتكروا القصة، وجاع واشتهى ان يأكل، وبعدين راح في غيبة كده فلقى ملاية نازلة من السماء، والملاية فيها من كل الدواب بتاعت الارض والوحوش، وقال له قوم يا بطرس اذبح وكل. فقال له يا رب ده انا ما اكلتش شيء نجس ولا دنس. وفي نفس الوقت كان واحد بيعمل اعمال خير واعمال صدقة وبيصلي، فربنا بعت له ملاك قال له ده انت سمعت او وصلت صدقاتك لربنا، ابعت لواحد اسمه ايه؟ اسمه بطرس، نازل عند رجل دباغ اسمه سمعان، وانت ده هيقول لك ايه اللي اتعمل. فكان مين اللي باعت؟ عشان كده الروح القدس قال لبطرس ساعتها، قال له في ناس جايين لك دلوقتي، انزل اتقابل معاهم وروح. فما راح لبيت كرنيليوس وابتدى يكلمهم عن ربنا، حصل حاجة غريبة جدا. حل الروح القدس على مين؟ على البيت كله وكل الناس اللي موجودين، زي ما حل على مين؟ يبقى هنا مين اللي قبلهم؟ ربنا هو اللي قبلهم في الإيمان، والروح القدس حل عليهم. فقال سأل الستة اللي كانوا موجودين معاه، قال ماذا يمنع أن يعتمد هؤلاء؟ لأن الروح القدس حل عليهم زي ما إيه؟ حل علينا. وهنا إعلان لقبول الأمم في الإيمان. عشان كده بيفكرهم بيقول اختار الله بيننا إنه بفمي، هو اللي راح وكلم كرنيليوس، يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون به. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. وكانت العلامة إنهم كلهم ابتدوا يتكلموا بالألسنة، وابتدى ربنا يتمجد على لسانهم، ولأن الله عارف بالقلوب. تعالوا ناخد حتة تأمل في حتة الله العارف بالقلوب دي. احنا قلنا اما ربنا بيعرف قلبك ممكن يرسل الروح القدوس عشان قلبك طاهر ونقي، ويبعت لك ملاك يكلمك، او ان هو يتكلم في قلبك ويلهمك، يدي لك الفكر النقي والحياة الطاهرة والأسلوب الحلو حتى في خدمتك في معاملتك في الناس اللي بتتعامل معاهم، لأن ربنا عارف قلب الإنسان. بس ساعات أما بيبقى عارف قلب الإنسان، قال كده في يوحنا 2، قال لا يدا روحي في الإنسان لزيغان، في سفر التكوين إصحاح 6، لا يدا روحي في الإنسان لزيغانه. في يوحنا 2 بيقول له أما يسوع لم يكن يأتمنهم على نفسه لأنه عارف ما بالإنسان. يبقى الله عارف بالإيه؟ بالقلوب. تعالى اسأل نفسك بقى، أما تقول إن الله عارف بالقلوب هيبقى ليك فخر ولا ليك خزي؟ يا إما هيبقى ليك فخر، لأن طالما ربنا عارف اللي في قلبي وأنا اشتياقاتي مقدسة وحياتي دايما فيها الطهارة والنقاوة، فساعتها هيكون ليا فخر قدام ايه؟ ربنا. لكن اذا كان في ذات وفي انانية وفي فخر وفي عنطزية وفي اعمال رضية، طب ما خلي بالك، ما هو ربنا عارف بالايه؟ بالقلوب. واما هو عارف القلوب، اما بيدعو الناس بيدعوهم للتوبة، حتى لو كان قلبك مش نقي تقدر ان انت بالصوم والصلاة ان انت يكون ليك نقاوة ويكون ليك حياة ويكون ليك بداية جديدة مع الله، لان ربنا عارف بالقلوب، ادالنا زمان للتوبة. بس قال لنا حاجة كده، خلوا بالكم ان زمان التوبة ايه؟ محدود. ليه زمان التوبة محدود؟ لان في فرصة النهاردة ان انت تصرخ لربنا، وان انت تروح تعترف بخطيتك، وان انت تخش وتتناول. لكن هتيجي ايام زي ما بنيجي يقول لك ايه ده، واحد ليه اكتر من 50 سنة ما تناولش، وليه اكتر من مش عارف 55 سنة ما اعترفش، وبعدين يقول لك اصل بس مش قادر يتكلم، مش قادر يبلع، اصل في خراطيم. الله، طب والوقت اللي راح ده؟ اصل معلش زمان التوبة ايه؟ محدود. او واحد يجي يقول اصل انا ليا سنين ما اعترفتش فمش فاكر. الذهن ايه؟ ما بقاش يحصر كم الخطايا، ولكن هل كم الخطايا دي كلها اتغفرت؟ اللي تبت عنها يتغفر، ولكن
جه الوقت اللي ما بقتش فاكر حتى فيه اللي قلته ولا اللي عملته ولا اللي ضايقت الناس بيه، ولا الكلمة اللي طلعت من لسانك جرحت غيرك وتعبته ونكدت عليه. طب ما انت خلي بالك، لان زمان التوبة ايه؟ محدود. خلي بالك، وربنا عارف القلوب، عارف اذا كنت انت فعلا بالجد بتقدم توبة حقيقية ولا هي شكل وتمثيلية. تلاقي واحد عمال يقف قدام ربنا ويصلي ويعصر في عينيه لحد ما ينزل دمعتين وحس كده ان هو عمل ايه؟ ارضى ربنا. وفي واحد تاني واقف في اخر الكنيسه خالص حتى لا يشاء ان يرفع عينه ناحيه السماء وعمال يقول ايه؟ اللهم ارحمنا الخاطئ. واحد داخل لحد الهيكل ويقول ده انا بصوم يومين في الاسبوع والصوم الكبير من اول يوم وماشي في الكنيسه بلا لوم، وبعدين يجي ربنا يبص لانه عارف بالقلوب يقول لك اما هذا نزل الى بيته مبررا دولذا. طب ليه؟ قال له انت كنت داخل بتفتخر بنفسك وبالكلمتين اللي انت عارفهم وبالكلمتين اللي انت عايز تقولهم، انت ضميرك شايل من فلان وبتعيب على فلان وبتتكلم على فلان وبتاع، وفاكر نفسك ان انت داخل ليك جراءه ان انت تتكلم ربنا. خلي بالك، الله عارف بالايه؟ بالقلوب. اذا كان اداك زمان محدود وهو عارف بالقلوب، ما فرصه ان احنا نقدم توبه ونتوب. نقدم توبه بس بجد، مش تمثيليه قدام حد، اصل في الاخر مش هتقف غير لوحدك، لانه في الاخر كله ما فيش حاجه هتنفعك قدام ربنا غير اعمالك. طب اذا كانت اعمالك بتشهد عليك مش ليك، واذا كان قلبك في حاجات طاهره وباينه ان انت مش بتتبع ربنا بكل قلبك. ده هو ما طلبش منك غير حاجه واحده، قال لك يا ابني اعطيني قلب. طب وانت قلبك ماشي ورا ايه؟ ياه، ده بيقول لك القلب قلب نجيس من يعرفه. القلب ساعات في شرور وحاجات مستخبيه. انتوا عارفين القلب اربع غرف؟ لا، ده احنا عندنا قلبنا فيه 40 غرفه، منهم 39 عايزين تنظيف، منهم 39 عايزين ايه؟ تنظيف. واحد يقول لك اصل انا ايه، في قايمه سودة كده، في بعض الناس ما بحبش اتعامل معاهم، ما حدش يجيب لي سيرتهم عشان بتعصب. ادي غرفه ومقفوله. وفي خطيه من الشباب ما اعترفتش بيها بس من وقت للتاني كده بفتكرها، في غرفه ومقفوله، ريحه النتانه طالعه منها بس مقفوله. وفي حاجات علاقات كنت عشت فيها واهتميت بيها وتلذذت بيها وفي غرفه تانيه مقفوله، وحاجات كنت خدتها وضربت عليها وفي غرفه تانيه مقفوله، وياما اتكلمت على فلانه عشان ما بتحبنيش او عشان بغير منها. انا عارفه ان انا بغير منها بس حاطط الغيره دي في ايه؟ غرفه ومقفوله. ياما عشت في كذبه واقعد احور من حوار لحوار، اقول اصل انا مش بحب الناس تعرف داخلياتي، واقعد اعمل ايه؟ اطلع من كذبه اخش في كذبه، اطلع من كذبه اخش في كذبه، وفي غرفه مقفوله. لا، الموضوع محتاج ايه؟ توبه. خلي بالك، الغرف اللي انت سايبها مقفوله دي هتتفتح، بس هتتشاف اللي انت شايله فيها. تخيل واحد شايل زبالة السنين دي كلها ومخزنها في بيته، حتى ما يجوا ياخدوه يقول ايه ده؟ كان عايش ازاي كده؟ كان عايش ازاي كده؟ ايه الحياة اللي عايشها دي؟ فين النظافة اللي كان بيتكلم عنها والطهارة اللي كان بيتكلم بيها والقداسة اللي كان بيبان عليها؟ يا كل ده جواك. خلي بالك، الله عارف الايه؟ القلوب. الله العارف القلوب شهد لهم. يا بختك لو الله العارف بالقلوب شهد ليك وقال ده الروح القدس هو اللي مليك، الروح القدس هو اللي بيحركك وبيتكلم من فيك، الروح القدس هو اللي بيعمل اعماله المقدسه بيك. احنا عمالين نشوفهم هنا ان حركهم الروح، هنشوف بعد شويه منحهم الروح. طب انت مين اللي بيحركك؟ ايه اللي بيحركك؟ اهواء قلبك، افكارك، مشاعرك، احتياجاتك، ايه اللي بيحركك؟ هنا الروح القدس شهد لناس
معطيا لهم الروح القدس زي مين؟ زي الرسل، مع انهم كانوا من فين؟ من الامم مش من شعب الله. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، يعني ما قالش لان دول من شعب الله المختار هدلهم الروح القدس وحتى، لا، ده ادلهم زي الامم بالظبط، او ادى للامم زي المختونين اللي مولودين في الناموس اللي كانوا من نسل ابراهيم، لا زيهم بالايه بالظبط. لم يميز بينهم بيننا وبينهم بشيء. وبرضو عايز اقول لك حاجه، برضو ايه اللي انت حاسس ان انت انه يميزك؟ انت حاسس ان انت مميز عن اللي حواليك بايه؟ ايه اللي فيك لم تاخذه زي ما قال بولس الرسول؟ بولس الرسول يقول ايه؟ مين مننا يقدر يفتخر على ربنا ويقول ان انا ما خدتش؟ ده كل حاجه في ايدينا او معانا هو اللي اداها لنا. واحد يفتخر بصوته، واحد يفتخر بطوله، واحد يفتخر بامكانياته. ايه اللي ليك لم تاخذه؟ ايه اللي ليك لم تاخذه؟ وايه اللي بيميزك عن الاخرين؟ هل انت بتميز نفسك عن الاخرين، ولا انت مميز بنعمة ربنا اللي ساكنة فيك وبتحرك فيك وهي اللي بتشغلك وهي اللي بتخدم بيك؟ لم يميز بيننا وبينهم بشيء، لأن الله ليس عنده محاباة، وهو مش هيقدر إن هو يفرق. يقول لك جالك واحد غني بخواتم وبتاع، تقول له اقعد هنا، واحد فقير تقول له لا اقعد هناك عند، لا، انت ليك محاباة، ما انت مش عارف ده قدره ايه عند ربنا. لم يميز بيننا وبينهم بشيء، استهر بالايمان قلوبهم. يبقى هنا طهرهم بغسل الناموس؟ لا، طهرهم بالايه؟ بالايمان. وهنا بداية الناحية المفصلية بقى. احنا الطهارة مش بالغسل كده، لا، ده طهارة القلب بسكن الروح القدس فينا. وعشان كده لما ربنا يسوع المسيح بيقول لبطرس، بيقول له ان لم اغسلك لا يكون لك معي ايه؟ نصيب. فقال له لا، اذا كان كده اغسل مش بس رجلي وراسي وكلي، ده انا محتاج، انا لازم عايز النصيب ده. فيقول له كده، من قد اغتسل ليس له حاجه الا لغسل رجليه. يعني ايه بقى المعنى؟ تقول من قد استحمى، استحمى يعني ايه؟ اتعمد، ليس له حاجة الا الى غسل رجليه. مكان ما الواحد بيمشي ممكن يقع في بعض الخطايا، فمحتاج يقدم توبة ويرجع للطهارة والنقاوة. لكن بغسل الماء، لا، غسل الماء ما يعملش حاجة. اقعد اغسل ايديك 100 مرة يا بيلاطس، لكن لسه دم المسيح بيطلب ايه؟ لحد النهاردة نقول على في عهد بيلاطس البنطي، وهو اللي عمل ايه؟ هو اللي أصدر قرار بصلب المسيح. لم يميز بيننا وبينهم بشيء، استهر بالإيمان قلوبهم. فخلي بالك أن ممكن حد يكون باين أن هو بعيد، ولكن ممكن في لحظة إيمان ربنا يطهر قلبه ويرجعه أحسن من كل الناس. وعشان كده، فالآن لماذا تجربون الله؟ حتى تجربون الله يعني تغضبون الله. بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. إيه الجزء ده؟ إحنا عارفين إن الناموس كان صعب جدا تنفيذه، والحرفية الناموس كمان كانوا بيثقلوا على الناس، يقول لك يضعون على الناس أحمالا عسرة الحمل لا يستطيعون أن يحركوها بأحد أصابعهم، ما بيقدروش يحركوها. وهنا كل واحد قدام الناموس أخطأ، وعشان كده بيقول إذ الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله. ما قدرش حد، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعوازهم مجد الله. طب وهنا الله مين قدر فينا يعمل الناموس؟ إذا كنا إحنا ما قدرناش وإحنا مولودين في الإيمان إن إحنا نعمل بهذا الناموس، إذا كنا إحنا ما قدرناش نعمل الناموس ولا قدرنا ننفذ الوصايا التقيلة بتاعت الناموس، فأنت النهاردة جاي إن أنت تعمل، تقول هخلي الناس اللي دخلوا في الإيمان إن هم
يصنعوا الناموس ازاي هيعملوه؟ فلماذا تجربون الله؟ يعني تغضبوا ربنا بوضع نير. كلمة نير افتكروا الحتة، النير هو الخشب اللي بتتحط ما بين بقرتين او طورين او كده على عشان يحرتوا او عشان ان هم يلفوا ساقية او. فالنير ده اللي هي الحتة اللي بتتحط على ايه؟ على كتف. وتفتكروا الحتة اللي قالها لنا ربنا يسوع المسيح، بيقول احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحمل خفيف. نير الناموس هنا كان نير ايه؟ كان نير صعب، وعشان كده ما قدرش حد ان هو يصنع كل اعمال او يثبت في كل عمل من مطلوب منه من الناموس. فالناموس كان عامل زي مجموعة من القواعد، كل ما الواحد يكسر قاعدة فيهم يتحسب عليه ان هو ده ايه؟ خطية، وتكون الخطية مستوجبة للموت. طب ومن اجرم في واحدة؟ اجرم في الكل. طب مين قدر يكمل الناموس؟ مفيش ولا واحد. وعشان كده بيقول لهم ما تجربوش ربنا وتحطوا على الناس اللي داخلين في الايمان ان هم لازم يعملوا اعمال الناموس. بوضع نير على عنق التلاميذ، مقصود بالتلاميذ دي الناس اللي دخلت جديد للايمان، لان كلهم اصبحوا تلاميذ لمين؟ لربنا يسوع المسيح. لم يستطع اباؤنا ونحن ان نحمله، وده اعتراف من واحد زي بولس الرسول ان هو في حاجات كتيره من الناموس ما قدرش ان هو يكملها، وما قدرش ان هو يعيش بيها او ان هو يتمم اعمال الناموس. لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. يبقى احنا النهاردة أصبح ما فيش عندنا غير طريق واحد هو اللي ممكن نخلص بيه، هو الإيمان بربنا يسوع المسيح. ليه؟ المسيح هو اللي جاء الوحيد الذي بلا خطية، وقال لهم كده من منكم يبكتني على خطية. وبعدين اما جاء على عشان قال له ايه اي عمل من الاعمال عملت ان انا تراني ان انا مستحق بيه المحاكمه؟ ايه الاعمال اللي انا عملتها؟ يقول لك كده رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، ما فيش حاجه من الخطايا عملها. طيب احنا بقى بنيجي نفتخر في القداس الاغريغوري ونقول له ايه؟ اكملت ناموسك عني. يعني مين الوحيد اللي قدر يكمل الناموس؟ هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هو الواحد وحده، هو الحقيقي لوحده اللي قدر ان هو يعمل كل اعمال الناموس بلا لوم. كلمة بلا لوم دي حاجة كانت صعبة جدا، وعشان كده بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك. اما ربنا يسوع المسيح اكمل الناموس، احتمل لعنة الناموس من ايه؟ من اجلنا. عشان كده علق على خشبة، لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. فاخذ اللعنة اللي كانت علينا بسبب عدم قدرتنا على عمل الناموس، وادلنا البر بتاعه لانه كان بلا لوم. عشان كده احنا بنتغنى ونقول هو ايه؟ أخذ الذي لنا وأعطانا، شال الخطية اللي على دماغنا، شال الموت اللي كان بيطاردنا، شال كسر الوصايا اللي احنا عشنا فيه عشان يدلنا البر. وعشان كده نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. هل احنا بس اللي هنخلص بهذا؟ لا، ده حتى الناس المؤمنين من الأمم هيدخلوا في الإيمان ويخلصوا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وانتوا فاكرين لما دخل لسترا ولقى واحد موجود مقعد من بطن أمه وقال له قوم، فحصل ايه؟ قام لدرجة ان هم افتكروهم آلهة. فابتدى يشرح لهم قد ايه ربنا تمجد معاهم وفي حياتهم، وازاي الخدمه تمت بواسطتهم في الامم. وبعد ما سكت اجاب يعقوب قائلا، ايها الرجال الاخوه اسمعوني. هنا ما نقول يعقوب يبقى مين؟ يعقوب مين؟ ها احنا قلنا يعقوب اخو يوحنا
اللي هو ابني زبدي استشهد في ساعة أما هيرودس أمر بقطع رأسه. يبقى هنا مين؟ يعقوب ابن حلفة اللي هو بنقول عليه برضو أخ الرب اللي هو ابن خالة ربنا يسوع المسيح. فابتدى يعقوب، ويعقوب ده كان بيعبد ربنا وكان عايش في الطهارة، وهو ده اللي كاتب رسالة يعقوب، ويتميز بالنسك الشديد وحفظه للناموس قبل ما دخوله المسيحية، فكان مدقق في حياته وهو مسيحي أيضا. فهنا قائلا أيها الرجال الإخوة اسمعوني، ابتدى بقى إيه يتكلم، وده نفس البداية اللي بدأ بيها رسالته. عشان كده ما نيجي نقول للتحقيق أن الحاجات دي مين اللي كاتبها، نلاقي أن نفس الأسلوب اللي كتب بيه هو اللي كاتب بيه في رسالته. سمعان، يقصد على سمعان مين؟ بطرس. قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، اللي هم مين؟ بيت كرنيليوس، اللي اجتمع هو وكل بيته وربنا افتقدهم، يعني ربنا هو اللي حل بروح قدسه عليهم قبل حتى ما الرسل يعمدوه. وهذا توافقه أقوال الأنبياء. بصوا بقى، أما يجتمع الأباء الأسقفة في المجمع المقدس يبتدي بقى كل واحد يقول إيه، بيستند إلى إيه، ولكن يستند إلى إيه، من فين؟ من أقوال الكتاب المقدس. عشان كده توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب، سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم. يبقى هنا دخل في الموضوع إيه بقى؟ يبقى خيمة داود دي مش هتكون لليهود بس، ده هتكون لمين؟ للأمم أيضا، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يقول الرب اصطنع هذا كله معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. الحتة اللي احنا قلناها دي درسناها لو تفتكروا في سفر عاموس، أما في وعد من ربنا إن هيرجع ويبني خيمة داود الساقطة ويقيم ردمها. طب ده هنا بقى هيبتدي إن يدخل الأمم مع اليهود في الإيمان بالمسيح، ونلاقي هنا أصبحت الكنيسة في عهد الرسل الأوائل إن كانت مجموعة من الناس اللي هم من اليهود اللي دخلوا في الإيمان، وأضيف ليهم مجموعة من الأمم ومن اللي دخلوا برضو في الإيمان. طب هل ربنا ميز ما بينهم؟ لا، إدى لدول الروح القدس وحل على دول بالروح القدس زي الرسل تمام تمام. وعشان كده بنقول إيه؟ سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء. يبقى هنا ربنا عمل كده بروحه القدوس، وده اللي حصل وتقال عنه في الأنبياء، إن ربنا سيرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، كل الباقيين هيطلبوا ربنا وجميع الأمم الذين دعي اسمه. هل دي حاجة كانت مفاجأة لربنا ولا هي كانت في خطة ربنا لدرجة ان هو اعلنها لانبيائه؟ لان عاموس انتوا فاكرين كان جاني جميز وكان بيتكلم بيقول نبوته، ولكن ربنا استخدم الكلمات اللي طالعة على لسانه عشان يحدد ان الامم كمان هتخش فين؟ في الايمان. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، يعني ما فيش حاجة بتستجد على معلومات ربنا، يعني هو عارف مين اللي هيخلصون ومين اللي هيقبلوا الإيمان، وعارف إن هو بعد ما قدم ذاته على الصليب، هو جه من اليهود، لكن بعد ما قدم ذاته على الصليب هيقبل كل الأمم عشان يدخلوا فين؟ في الإيمان باسمه. لذلك أنا أرى، يبقى هنا هيقول أول منطوق أو أول رأي عشان يحل المعضلة اللي حصلت، هل يقتتنوا ويحفظوا الناموس ولا هل لا يقتتنوا ولا يحفظوا الناموس ويبقوا دخلوا في الإيمان بالمعمودية وحلول الروح القدس وخلاص؟ يقول لك لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم،
يعني ما نحطش احمال للناس اللي راجعه بالتوبه من الامم اللي كانوا بيعبدوا الاوثان وعايشين في الزنا والعبادات المحرمه واكل الدم والمخنوق والزنا ويعيشوا في الحاجات دي. لا، احنا مش هنثقل عليهم لما يرجعوا لربنا، بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. قال لكم ليه؟ لان كانت في العهد في عبادة الأوثان في عدد كبير جدا من الأوثان، فممكن كانت ناس تؤمن بربنا يسوع المسيح وتضيفه إلى لستة الآلهة اللي هم إيه بيعبدوهم. كانوا بيعبدوا إله الخصوبة وإله الأمطار وإله الأهوية والأنداء، فكانت عندهم إيه آلهة كتير وإله للحروب. طيب هنا هل هيضيفوا إله آخر ليهم؟ قال لهم لا، هيمتنعوا عن عبادة الأصنام دي خالص. وبعدين طيب المشاركة فيها بقى ان هو اما يقدموا ذبايح للأوثان دي ياكلوا منها؟ لا، يمتنعوا عنها. طيب اما يكون في حاجة بقى كان ربنا محرمها في الناموس زي المخنوق والدم، شرب الدم، فقال لهم لا الحاجات دي، لان الدم هو حياة او نفس الحيوان، فما ينفعش ان الانسان يشربه. طب احنا بقى صرح لنا بشرب دم مين؟ عشان اما نتحد بيه يكون لنا الخلاص باسمه، ودم يسوع المسيح ابنه يعمل ايه بقى؟ يطهرنا من كل خطيه. لان موسى منذ اجيال قديمه له في كل مدينه من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت. يبقى جزء من اللي كان مخوف الناس الناموسيين دول ايه؟ او الفريسيين اللي كانوا ان ممكن لو احنا ما ابتديناش نعلم ناموس موسى ده ممكن ان سيره موسى ايه تضيع. طب قال لهم لا، ما تخافوش، ده ناموس موسى ده بيقرا في كل سبت فين؟ في المجامع. واحنا شفنا اما بولس وبرنابا دخلوا اول حاجه دخلوا على المجمع اليهودي اللي كان عند النهر لو تفتكروا، وابتدوا ان هم يكلموهم، وابتدت ناس من الامم اللي دخلوا في الايمان يسمعوا منهم، وقالوا لهم عايزين نسمع منكم تاني الاسبوع اللي جاي، وناس قالوا لهم لا احنا مش حابين الموضوع اللي انتم بتتكلموا عليه. لدرجه لو تفتكروا من كتر ما هاجوا عليه مسكوا بولس وعملوا ايه؟ رجموه لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة. كانت الناس المتشتتين من اليهود من أيام السبي كانوا في كل مدينة في مجمع يهودي، فكانوا يجتمعوا عند النهر زي ما راحوا بابل، يقول على أنهار بابل ها هناك جلسنا وبكينا عندما تذكرنا صهيون، فكانوا يروحوا عند النهر ويقعدوا يفتكروا وياخدوا نسخة من الناموس يعملوا ايه بقى؟ يقروا فيها اللي هو توراة موسى ويقروا الأنبياء اللي هم زي أشعياء وكده. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم. يبقى دلوقتي اتقال الحل اللي قاله يعقوب الرسول إن ما تقلقوش على ناموس موسى، ولكن احنا ما نثقلش على الراجعين، احنا نقول لهم يمتنعوا عن الدم والمخنوق والايه والزنا. حينئذ راى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسه، يبقى كلهم اتفقوا على نفس الفكره والكلام الواحد، ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهم الى انطاكيا مع بولس وبرنابا. احنا قلنا مين اللي نزل من انطاكيا؟ بولس وبرنابا، لانهم كانوا مختلفين مع الباقيين في ايه؟ هل نحفظ الناموس ويختتن اللي يخش في الإيمان، ولا بالإيمان بالمسيح يكون الخلاص؟ فكانت دي نقطة الخلاف اللي كانوا ما بينهم. فما نزل بولس وبرنابا وقعدوا مع الرسل والمشايخ طلعوا بالمنطوق إن إحنا لا يثقل على الراجعين، يعني ما فيش ختان، ما فيش تنفيذ للناموس، ولكن يمتنعوا عن إيه؟ الدم والمخنوق والزنا. طب وبعدين؟ هيرسلوا يختاروا رجلين منهم فيرسلوهم الى انطاكيا مع بولس وبرنابا. يبقى في ناس كمان هتروح مع بولس وبرنابا عشان يشهدوا برأي مين؟ الجموع الرسل، اللي هو ده اول مجمع في الكنيسة سنة تقريبا 50 ميلادية او 49 ميلادية.
فارسلوها انطاكيا مع بولس وبرنابا. مين هم؟ يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، يعني ليهم مكانة حلوة في وسط الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا. يبقى ما كانش منطوق قرار بس، ولكن كمان إيه؟ كان مكتوب. الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكية، المنطقة اللي كرس فيها بولس وبرنابا. إذ قد سمعنا إن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم. هو الناس لما راحوا قالوا لهم إحنا جايين من عند مين؟ من عند الرسل، وبنقول لكم لازم تختتنوا ولازم. فهنا بيقول إذ قد سمعنا إن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم، مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. يبقى أول حاجة حصل نفي من الرسل والمشايخ إن هم بعتوا حد عشان يسبب القلق والتوتر اللي حصل نتيجة الناس اللي بتقول لا لازم تختتنوا وتحفظوا الناموس. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة. يبقى لازم أي قرار مجمعي في الكنيسة لازم يكون بنفس إيه؟ يعني الكل يكونوا متفقين عليه. أن نختار رجلين ونرسلهما إليكما محبين حبيبنا برنابا وبولس، حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذل نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاهة. يعني إيه؟ يعني أديه مكتوب وهم كمان إيه؟ هيعلموكم. هناخد حتة بقى لتأملنا إحنا، إن إحنا بيقول كده رجلين قد بذل إيه؟ نفسيهما لأجل اسم ربنا. في ساعات كتيرة الواحد يقول لك لا أنا بتعب عشان خاطر عيالي. هو غلط يا أبونا؟ لا مش غلط يا أخونا. مش غلط إن الواحد يتعب عشان عياله. بس هنا خلي بالك دول بذل نفسيهما من أجل مين؟ طب هو تفتكر إن أنت حتى لو بذلت نفسك عشان ترضي ربنا يسوع المسيح هتترك عيالك؟ هتتغافل عن أهل بيتك؟ ده أنتوا عارفين اللي يتغافل عن أهل بيته يقول لك قد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن، يعني أشر من الإنسان اللي ما آمنش خالص بسبب إن هو عمل إيه؟ يتغافل عن أهل بيته، يعني إيه؟ يعني مش حنين في بيته، مش بيحتويهم، عصبي عليهم، على طول بيخليهم يفكروا ازاي يبعدوا عن بيت ربنا مش يقربوا ليه. لا يبقى هنا خلي بالك، ابذل نفسك على اسم ربنا يسوع المسيح. يعني ايه يبذل نفسه؟ احنا بنقول لانه احبنا وبذل طيب احنا بنقول هكذا احب الله العالم حتى بذل. يبقى ما فيش حب من غير ايه؟ طب اما واحد يكون بيحب ربنا قوي هيبذل نفسه عشان خاطر مين؟ ربنا. الخدمه متعبه، يقول ده انا باخد بركه مش باخد كرامه، باخد ايه؟ بركه. طيب ده انت بتتعب وبتروح وبتشيل وبتعمل ولا حاسس بحاجه ليه؟ مش عشان ما بيحسش، ما عندوش لا ده عشان كل تعب بيتعبه بيتحوله المجد فين؟ في السماء. انت بتكلف نفسك كتير، ده بالنسبة لربنا قليل. ده هو ده منك الكل ومن يدك اعطيناه. ده انت بتتعب كتير في عشان تفتقد الناس وتسأل عليهم وتهتم بيهم وتدور على المفقود، يقول لك ده دي في سبب فرحتي. ده انا ما بصدق اما الاقي حد كده داخل من اللي انا افتقدتهم واهتميت بيهم، ده بتبقى فرحة قلبي. ليه؟ فاكرين كانت فرحتهم بسبب ايه؟ ان الناس عماله تخش فين؟ في الايمان. انت مش بتجيبه للايمان، ده انت بتجيبه عشان تايه ليه زمان، تعب وبعد عن الكنيسه فتره وجي دخل الكنيسه مره تانية، فهنا دي يقول لك تفرح السماء كلها. فدايما لما تيجي تفكر كده افتكر انت بتبذل نفسك عشان خاطر ايه.
في واحد يقول لك ببذل نفسي عشان اجهز العيال، ولا اعمل قرشين عشان يسندونا اما في الكبر، او واحد يقعد يفكر ان انا ببذل نفسي عشان ابان بصورة حلوة قدام الناس. ولا افتكر انت بتبذل نفسك عشان خاطر ايه؟ لانه قد رأى الروح القدس، منطوق القرار برضو، لانه قد رأى الروح القدس ونحن. الله، يبقى هنا بقى كان كل كلامهم معتمد على مين؟ على ارشاد مين؟ وعمل الروح القدس في حياة التلاميذ. وده عشان كده بنبين عمل الروح القدس في الكنيسة من خلال الرسل في سفر الأعمال كله. أن لا نضع عليكم ثقلا آخر غير هذه الأشياء الواجبة. يعني ما ينفعش أن حد يعيش فيها، لأن لا تعرجون بين فرقتين، إن كان الله هو الله فاعبدوه، إن كان البعل هو الله فاعبدوه. فهنا بيقول غير هذه الأشياء الواجبة، يعني ما فيش حاجة تانية ممكن إن هي تفصلكم عن الإيمان. أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين. كلمة كونوا معافين دي اللي هي تحية وسلام في نهاية الرسالة. فهنا منطوق سفر الأعمال، بعتوا الرسل والمشايخ للكنيسة اللي في أنطاكيا، مش بس بإيد برنابا وبولس اللي هم جايين يسألوا في الموضوع، ولكن مع يهوذا يهوذا ومين؟ وسيلة، اللي راحوا عشان يعملوا إيه؟ عشان يقولوا يسلموهم الرسالة ويقروها عليهم ويعلموهم إن هم لا يثقل على الراجعين، بل إن هم إيه؟ يوضح لهم في امور واجبه ما ينفعش تخشوا الايمان وانتم مكملين فيها. ما ينفعش يكون لواحد حياه في الزنا وفي الخطيه ويجي يتناول في شركه الاسرار المقدسه، ما ينفعش. ان ما كنتش تقدم توبه خلي بالك، لان النهارده لو انت ماشي في الشر وجاي تتناول، طب ما انت بتودي نفسك فين؟ لانك بيقول لك لانك بهذا تدخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله. فالله عارف بالقلوب، احنا مش قلنا الله عارف بالقلوب؟ والله هنا اختارك عشان تقدم توبة ويكون لك حياة باسمه ان امنت وعشت وبذلت نفسك من اجل اسم المسيح. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ ان حفظتم انفسكم منها. طب هو الواحد يقول طب انا مش قادر احفظ نفسي، ما انا في حاجات كتيرة ممكن توقعني وممكن تغريني وممكن تتعبني. هو انا يعني اطهر من داود اللي وقع؟ هو يعني انا اقوى من شمشون اللي وقع؟ هو انا يعني احكم من سليمان اللي وقع؟ خلي بالك بقى، هنا انت معتمد على ذاتك ولا على عمل الروح القدس؟ عشان كده اما الروح القدس بيسكن فيك هو بقى اللي بيطهر، طهر بالايمان قلوبهم. سكن الروح القدس في قلب الانسان بتطهره، ولكن انت بقى شوف مين اللي انت سايبه ساكن فيك. القديس الانبا انطونيوس بيقول ده احنا ساعات بنعطيهم اجسادنا عشان يتجسموا فيها، ويقصد على ايه؟ الاروح الشريره. بسبب ايه؟ بسبب قبولنا افكارهم وتصرفاتهم وافعالهم. يعني احنا اللي بيسمع لقول الشياطين كتير ويقعد يفكر فيه ويقعد يعيش بيه اكنه بيسلم جسده ده لمين؟ للشيطان. وعشان كده بتستلم اجساده من الشياطين. وبعيد عنكم باللي بتسكنه الشياطين ده بيبقى شكله صعب خالص. طيب لكن احنا بقى احنا مسكن لايه؟ ألستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ انتم مش عارفين؟ لازم تبقى عارف ان انت بيت ربنا، انت مسكن للروح. طيب وما تبقى مسكن للروح يقول لك كده يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. يعني ما يقدرش، حتى لو حاربوك ما يقدروش عليك. ليه؟ اصل مين اللي ساكن فيك؟ فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرساله، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية.
يبقى الموضوع كان عامل شد، والشد دايما يخلي فيه نفوس ايه زي ما تقولوا شايله، وناس منقسمين او منحازين، واحد يقول لك لا يقتتل والتاني يقول لك لا طالما امنه خلاص. فهنا كان حصل ايه نوع من الاضطراب. لكن هنا اما قرأوا الرسالة ولقوا ان ده رأي المشايخ والرسل، حصلت ايه تعزية، يعني ابتدت الكل يبقى في هدوء وفرح. ويهوذا وسيلة اذ كان هم ايضا نبيين وعظ الاخوة بكلام كثير وشددهم. يبقى بولس ورسيلة مش نبيين يعني قالوا لهم ده يحصل كذا في المستقبل، مش هيجي زلزال زي زلزال تركيا ومش عارف ايه الناس اللي عمالة تتنبأ دي، لا احنا بنقول بقى ايه نبيين. يعني ايه؟ يعني عندهم كلمة ربنا وبيفسروها من الكتب، زي ما لقينا يعقوب كده قال زي ما تقال في عموس النبي ان ربنا هيرجع ويبني خدمة داود. يبقى هنا عمل ايه؟ قال نبوة ولا قال تفسير للكتاب المقدس؟ ثم بعد ما صرف زمانا اطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. حتى وعظ الإخوة بكلام كثير وشددهم، خلي بالك أنت كلامك بيشدد الناس ولا بتشد على الناس؟ يعني إيه كلامك بيشدد الناس؟ يعني أما تلاقي حد تعبان تقول له، ما حد مكسل قول له لا تعالى نحضر القداس، حد ليه فترة ما صلاش قول له تعالى نساعد بعض ونقول مزمورين، حد ليه فترة ما قراش في الإنجيل أو مش قادر إن هو يقرأ قول له تعالى نقرأ لنا إصحاحين. لكن انت كلامك بيشدد الناس ولا بس قادر ان انت تشد على الناس؟ تشد على الناس يعني تعمل ايه؟ ينبغي ان تعمل، ينبغي ان تطيع. طب وبعدين؟ طب ما انت الناس مش قادره. خلي كلامك يشدد. عارفين لما يقول شددوا الايدي المسترخيه والركب المخلعه، امسك بايد حد وقربه، بدل ما تبقى عمال تشهد عليه تقول له بص لو ما جيتش ربنا هيعمل فيك، لا قول له تعالى ونساعد بعض ونروح سوا. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ نشدد بعض على عمل الخير. ثم بعد ما صرف زمانا اطلق بسلام من الاخوه الى الرسل، يعني راحوا انطاكيا وبعد ما قالوا الرساله وبعد ما وعظوهم وشددوهم وكانوا سبب تعزيه ليهم، رجعوا كمان لايه؟ للرسل. ولكن سيلا راى ان يلبس هناك. يبقى هنا بقى راحوا سيلا ويهوذا، ولكن رجع يهوذا وساب سيلا مع ناس تاني. اما بولس وبرنابا فاقاما في انطاكيا يعلمان ويبشران مع اخرين كثيرين ايضا بكلمه الرب. على طول شغالين ان هم عمالين يبشروا بكلمه ربنا عشان عايزين ان الناس تدخل في الايمان، وكل اللي بيامن يعتمد ويخلص ويبتدي ينضم الى الله جمهور كثير من الذين امنوا، ويبتدوا يفرحوا ويكون لهم تعزيه حتى بالصبر والتعزيه بما في الكتب يكون لنا رجاء، ونبتدي يبقى لهم حياه حلوه مقدسه. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخواتنا في كل مدينة ندينا فيها. إحنا قلنا إن هو عمل أول رحلة إيه؟ تبشيرية. فقال له تعالى بقى نشوف البلاد اللي إحنا رحناها دي، ليسترا ودربة وكليكية وسامثراكي والحتت اللي إحنا إيه رحناها دي، تعالى إيه نشوف الكنائس اللي إحنا أسسناها هناك إيه اللي تم فيها. لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذ معهم أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. إحنا عارفين أن مرقس ابن أخت مين؟ برنابا. فقال له ناخد معانا مرقس. أما بولس كان إيه؟ شديد في الحتة دي. فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية لم يذهب معهما للعمل. ليه؟ لأن مرقس جه في النص وقال أنا تعبان أو أنا مش قادر أو مش هكمل ورجع، قال لا خلاص اللي رجع ما يجيش معانا. طبعا ده إيه؟ بولس الرسول كان ليه رأي متشدد. فحصل بينهم مشاجرة، مش مشاجرة يعني اتخانقوا مع بعض، لا يعني حصلت إيه؟ نقاش حاد ما بينهم حتى فارق أحدهم الآخر. فبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، واما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الاخوه الى نعمه الله. ابتدى هنا ده بعمل من روح ربنا عشان تكسر البشاره وتتوسع ان حصل هذا الافتراق. فابتدى يحصل ايه بقى؟ ان بولس يفتقد اماكن
وكمان سيلة أو برنابا ومرقس يفتقد أماكن. وساعتها بقى إن مرقس أخذ إن هو يروح، لأنه قيرواني كان من المدن اللي هي من حتة ناحية ليبيا كده، ابتدى ينزل عشان يبشر فين؟ في أرض مصر اللي بسببها الخير اللي احنا فيه ده كله. وعشان كده يقول فاجتاز ده على بولس بقى، أما مرقس نزل وابتدى يبشر مصر أصبح ليه مكانة كبيرة، وبعدين رجع لأورشليم مرة تانية ورجع استشهد فين؟ في الإسكندرية في أرض مصر. فهنا بيقول خلوا بالكم أن بولس هنا رغم أنه هو كان متشدد، أما رجع بعد كده ولقى أن مرقس ابتدى وكان متحرك وكرز، قال هات مرقس لأنه نافع لي للخدمة. يبقى هو كان هنا شايفه أنه مش إيه؟ مش نافع، لكن أما لقى أنه هو ابتدى يتغير ويتحرك قال له إيه؟ هات مرقس لأنه نافع للخدمة. يبقى احنا استفدنا ان عشان كنيستنا كنيسة مجمعية، ما ينفعش يجي واحد يقول لك اصل انا الروح القدس قال لي، لازم يبقى الروح القدس ايه اشترك مع الجموع، وكمان مش بس اشترك مع الجموع، كمان حصل اتفاق بنفس واحدة على الحاجة اللي اختاروها، كمان كتبوها، وبعد كده كمان اعلنوها عشان كل الكنائس تكون زي بعض، لإلهنا كل مجد وكرامة لإلهنا. تعرفين يوم 9 هيبقى عيد مين؟ طيب هنصلي ونطلب شفاعته دلوقتي، نقول التمجيد بسرعة ليه ونطلبكم بسلام.